المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة ينتصر على نظيره الجزائري برباعية نظيفة لحساب ذهاب الدور الثالث من التصفية الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم دومينيكان. نهضة بركان سيجري اليوم آخر حصة تدريبية تأهب لمواجهة ضيفه الزمالك المصري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. الرجاء الرياضي يحل ضيفا على حسنية أكادير، والمغرب التطواني يستقبل المغرب الفاسي اليوم لحساب ربع نهائي كأس العرش. شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة يترأس بمقر الوزارة جلسة عمل مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية لتتبع وتدرس الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل ضمان مشاركة مغربية مشرفة في الألعاب الأولمبية باريس 2024. الألماني ألكسندر زفيريف يتأهل إلى الدور الثالث من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس للمرة السادسة.